السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم ان شاء الله سوف اقدم لكم كيكة النشا او المايزينا. لنبدأ على بركة الله. لدينا 150 غرام من الدقيق و150 ملللات من الحليب ما يعادل كأس عنبة و135 غرام من السكر ما يعادل كأس عنبة الا ربع و135 ملللات من الزيت ما يعادل كأس عنبة الا ربع ورشة خفيفة من الملح و24 غرام من خميرة الحلوى أو بيكنج باودر و100 غرام من النشا أو المايزينا وسكر فانيلا و5 ملاعق كبيرة من جوز الهند أو الكوكو و3 بيضات. أضيف السكر إلى البيض ورشة خفيفة من الملح وأقوم بخفق السكر مع البيض. ثم أضيف الزيت والحليب وأضيف جوز الهند أو الكوكو أضيف النشا أو المايزينا وخميرة الحلوى ثم أضيف الدقيق أصب الخليط في قالب الكيك مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق ثم أدخله إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هذا هو الشكل النهائي لكيكة بالنشا أو المايزينا. قمت بتزيينها بقليل من السكر الناعم هذا هو الشكل الكيكة من الداخل. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك على قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك من أجل أن تدعموني وزيارة صفحتنا على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله.